أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان. هذا المساء أبدأها بالعناوين. حمدوك يقول إن رؤية الحكومة للسلام شاملة ولن يتم إقصاء لأحد. البرهان ينفي وجود قوات سودانية في ليبيا ويقول مشاركة الجيش في اليمن للحماية فقط. وزير الشؤون الدينية يدعو الأئمة والدعاة إلى انتهاج الوسطية والبعد عن التطرف. أهلا بكم. قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن إيقاف الحرب من أحد أكبر التحديات التي ظل السودان يواجهها على مر العقود، وأكد أن رؤية الحكومة الانتقالية للسلام هي رؤية شاملة لن يتم فيها إقصاء لأحد. وقال حمدوك في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر اليوم الجمعة: سنسعى جاهدين لإدراك التنوع الذي تتمتع به بلادنا بصورة تمكننا من العبور بالبلاد لبر الأمان. وأضاف انطلاقا من إدراكنا بأن الإدارات الأهلية تعد من أهم مكونات المجتمع ودورها المهم الذي تسهم به في تحقيق السلام والاستقرار، سوف نحرص في الحكومة الانتقالية على استصحاب رؤية الإدارات الأهلية للسلام في مفاوضات جبع. نفى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إرسال جنود سوداني للقتال مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر أو أي طرف آخر في ليبيا، كما أكد أن قوات بلاده موجودة في اليمن بطلب من الحكومة الشرعية ولا تقوم هناك بأي مهام قتالية. وقال البرهان خلال حديثه لقناة الجزيرة إن الحديث عن إرسال قوات سودانية إلى ليبيا حديث غير صحيح، ولم نرسل أي فرد للقتال في ليبيا، كما لم يطلب منا أحد أو دولة إرسال جنود إلى هناك، ولسنا طرفا في النزاع الليبي. على صعيد آخر قال البرهان إن السودان تحدث مع الجانب الأمريكي بشأن رفع اسمه من قوائم الدول الراعية للإرهاب، وهم يقولون إن لديهم قوانين وإجراءات حتى يتم ذلك، واعتبر أن عدم رفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب رغم التغيير الحاصل بالبلاد أصاب الشعب السوداني بالإحباط. وشدد البرهان على أن الأسباب التي أدت إلى فرض العقوبات على بلاده وضعته في قائمة الإرهاب قد انتفت. أكدت وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية هيروت زمن على متانة العلاقات وتطورها بين دولتي السودان وإثيوبيا، ورحبت خلال استقبالها وفد الدبلوماسية الشعبية من مجلس الصداقة الشعبية العالمية الذي يزور إثيوبيا حاليا بزيارة الوفد. وقالت إن زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والرئيس عبد الفتاح البرهان لأديس أبابا تؤكد على أننا نسير في ذات الطريق لتنمية وتطوير البلدين. وأكدت هيروت على أهمية التحول الاقتصادي الذي يحدث بين السودان وإثيوبيا. من جانبه قال تاجيسي جافو رئيس البرلمان الإثيوبي إن العلاقات السودانية الإثيوبية متجذرة، وأضاف أن كل القارة لها علاقات جيدة مع إثيوبيا في كل المجالات فضلا عن التبادلات التجارية والسياحية المختلفة. عقدت لجنة ترسيم الحدود المشتركة بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان اجتماعها الثاني عشر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي ممثلا في برنامج الحدود. ويعد الاجتماع مواصلة لاجتماع الخرطوم الذي عقد في 13 من أكتوبر الماضي برعاية الاتحاد الأفريقي، حيث عملت لجنة الترسيم المشتركة خلال الاجتماعين على تنفيذ توجيهات مفوضية الحدود المشتركة بإعداد تقرير شامل يشتمل على وصف تفصيلي بالإحداثيات والخرائط والمستندات والوثائق للأجزاء المتفق عليها من الخط الحدودي، ووصف للمناطق الخمسة المختلف حولها وهي كاكا التجارية ودبة الفخار والميغينس و14 ميل جنوب بحر العرب وحفرة النحاس، حيث تضمن الوصف وجهة نظر كل طرف. امتدح منبر قضايا دارفور الدور الذي قامت به قوات الدعم السريع في تعزيز الأمن والاستقرار بدارفور وانحيازها للثورة ودعم التحول السياسي بالبلاد. وأكد المنبر خلال الاجتماع المشترك مع قيادة الدعم السريع قطاع شمال دارفور أكد وقوفه وإسناده لدور القوات في تعزيز السلام الاجتماعي بدارفور. الدور الذي قامت به قوات الدعم السريع خلال المرحلة الماضية جعلها محط تقدير من عدد من الفاعلين على ساحة دارفورية، منهم منبر قضايا دارفور الذي قال إن الدعم السريع سهم في تعزيز الأمن وإحداث التغيير في الساحة السياسية السودانية. وأمل المنبر أن يمتد عطاء الدعم السريع لإنجاح برامج المنبر في جمع شمل أهل دارفور ودعم التنمية.
نحن كمنبر يعني سمنا الجهود اللي قاعد يقوم بها اخواننا في الدعم السريع، وكذلك برضه سمنا مجهود اخونا الفريق حمدان دقلو فريق اول، يعني يمثل من السودان يمثل من الشمال دارفور. نحن كمنبر برضه حنقف مع القائد الفريق حمدان دقلو، ونحن كمنبر يعني هنشد من اجره وهننزل القواعد زي ما نزلنا بمستوى الولايات، هننزل القواعد نبشر بالسلام ونبشر بمجهودات اللي قاموا اخواننا في الدعم السريع. يتسق شعار منبر قضايا دارفور مع مطلوبات المرحلة الحالية في تحقيق السلام وتوحيد الصف واحداث التنمية، وذلك بارساء قواعد السلام العادل المستدام. شعار المنبر سوى تنمية، سلام وحدة استقرار وتنمية، وبالتالي من خلال هذا الشعار نحن نتحرك عبر توحيد إنسان دارفور، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان نحن أتينا بسلام، سلام يرضي الجميع، ليس السلام منا حشا. اهتمامات المنبر بحسب قيادته لا تقف عند أهل دارفور، بل تتعدها لكافة أنحاء السودان من خلال تحقيق الأمن بدارفور الذي هو أمن لكل السودان وتجاوز مرارات الماضي. وهمنا دارفور والسودان الكبير، ونحن نؤكد أن أمن دارفور ووحدة دارفور يعني هي وحدة السودان الكبير، ونحن نؤكد أن السودان لا يؤتى من الخلف من قبل دارفور. صحيح مرينا بمرحلة عصيبة في المراحل الفائتة، حصل حرب ضروس امتدت يعني أكثر من 15-16 سنة، ولكن نؤكد نحن أهل دارفور لحمة واحدة قادرين على تجاوز هذه المرحلة. قوات الدعم السريع أكدت دعمها للمنبر لتحقيق أهدافه في السلام والتنمية، وجاهزيتها لتأمين دارفور والسودان أجمع وتأمين مشروعات التنمية. نحن معكم. شؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح إلى انتهاج الوسطية كسلوك ديني بين عامة الناس، وأشار في خطبة الجمعة بمسجد الخرطوم العتيق إلى أن الوسطية تعطي معاني الاعتدال والتوازن، وأكد أن كل من لم ينتهج الاعتدال ويعمل على توحيد أهل القبلة يصبح بعيدا عن الناس وهمومهم. كما دعا إلى الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن على اختلاف توجهاتهم السياسية والدينية في ظل العهد الجديد، وأشار إلى إعلاء قيمة المواطنة، وقرن البلاد تحتاج إلى خطاب الوسطية وأن يقوم الناس على ما كان ينتهجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. وأضاف أنه ينبغي الانتباه إلى أن أبناء السودان على اختلاف مذاهبهم يجب عليهم انتهاج الطريق الصحيح. وطالب مصلو المسجد العتيق بالخرطوم بضرورة وضع حد للاستشراء القبلية ومعالجة الممارسات التي تفضي إليها، ودعوا إلى أهمية انتهاج الوسطية في كل شيء والبعد عن الغلو والتطرف الديني أو السياسي، وأكدوا أن أهل السودان قادرون على التعايش السلمي بين مختلف المكونات الاجتماعية. كما طالبوا وزير الأوقاف والشؤون الدينية إلى المساجد مزيدا من الاهتمام والرقابة وحل المشاكل التي تواجه لجان المساجد، خاصة المسجد العتيق بالخرطوم. أنا أستنكر التطرف يعني غاية الاستنكار، وأتبنى الوسطية، الناس كله يكونوا وسطيين، وهذا من اللي يجيب لنا السلام والتعايش السلمي. وهاي رسالتي للشعب السوداني وكله والعالم الإسلامي جميعا، التعايش السلمي والتبني الوسطية. الناس الآن دايرين الأمة المحمدية على أسوأ التقدير يكونوا في صعيد واحد، ويتفاكروا ويشاوروا، أمركم شورى بينكم، وما في شيء بيصحصح على الإنسان السوداني. إنسان ذكي بيعرف كل الخلفيات عن أي ناحية، ده جانب. الجانب الثاني يعني ما شاء الله الناس ماسكين على دينهم وبيأدوا الصلوات وربنا يديهم فيهم مرادهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عن الوسطية، وكل الأنبياء الذين أتوا منذ سيدنا آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم دعوا للوسطية، والدين الإسلام انتشر في آفاق الأمم سواء في الإفريقية أو في الآسيا، كلها انتشرت عبر الوسطية، ألا وهي التجارة والدعوة الحنفية. نحن طبعا ديننا معروف دين الإسلام وعقيدتنا واحدة، يعني ما في اختلاف في إنه نحن دي اختلف، ما عندنا اختلاف، نحن عقيدتنا واحدة، عقيدتنا لا إله إلا الله. لكن الاختلاف اللي هو بيحصل مثلا الاختلاف القبلي ده هو الترتيب أو الوضع النظام الواضع، المسائل بتاعت القبلية دي هو السبب في المسألة دي، فبالتالي هو ما طرح المعالجات.
يعني ما زالت المشكله قائمه، يعني كون انه هو يقول نحن مثلا ما نطرح القبليه، ما نعمل كذا، الكلام ده ما حل المشكله القبليه. الاصل انه يكون في يعني الاصل انه يكون في حل جذري للمساله دي. فكل ما نحن نمشي قدام بنلقى انه القبليه ثاني بتنحرف فينا، فالمساله انه يتخذ اجراءات تحيد من الكلام ده. الاسلام حقيقه دعا للوسطيه، و والوسطيه هي بتحقق للناس الرفاهيه وبتدي للدعوه الى الله سهله جدا في انه الناس تدخل في دين الله افواجا. وهو لما تحدث عن موضوع القبليه، شايف الناس سبقوني في موضوع القبليه، موضوع القبليه والمشاكل التاريخيه الازمات تحت السودان دي هي بتحل بالوعي وبالممارسه الديمقراطيه اللي قدام الناس كلها، لما تقعد مع بعض وتتفاكر وتطرح المشكله وتعترف بها، وبعد ذلك بتبدا في كيفيه حلها وان الناس اللي تمشي لقدام. فانا شايف الخطبه دي خطبه حقيقه جامعه، ومن المنبر ده انا يعني بدعو كل دعاة المساجد او ائمه المساجد في الجمعات وكذا، يعني ينشروا الوعي بتاع الوسطيه وبتاع سماحه الدين واخلاق الدين. أطلقت منظمة لقمة وملح المكونة من مجموعة من شباب الدين المسيحي والإسلامي من الجنسين بمدينة عطبرة مبادرة لتعزيز السلام والتعايش والتواصل الاجتماعي. وهدفت المبادرة لمحاربة كافة أشكال التطرف الديني والاستعلاء الثقافي مع تنفيذ برامج خيرية في المجتمع. برعاية مباركة من مجلس الكنائس وإدارة الإرشاد والتوجيه بولاية نهر النيل، نفذت منظمة اللقمة وملح التي تضم شبابا مسلمين ومسيحيين من الجنسين مبادرة لتعزيز قيم الحوار والتسامح والسلم الاجتماعي ونبذ التطرف الديني والاستعلاء الثقافي واحترام الآخر. مبادرة لقمة وملح باللغة البسيطة أو التعريف البسيط هو مبادرة بتعمل على الشريعة بتاع الشباب بهدف أنه يخلق يعني جو من التسامح وجو من السلام في المجتمع، لأنه معظم المجتمع حاليا بقى فئة بتاع شباب وأكثر فئة متدخلة في بعض. فالمبادرة بتجمع شباب مسلمين وشباب مسيحيين مع بعض، وعندنا مبادئ بتحكم الحوار بتاعتنا، وعلى الضوء المحاضرات دي بنعلمهم كيف إنه يقدر يحترموا رأي الآخر. المبادرة حققت اختراقات ناجحة من خلال البرامج والدورات والمناشط التي نفذتها في المجتمع، مستهدفة بها دعم وترقية المراكز الطبية والعلاجية ورعاية الأطفال فاقدي السند ونزلاء السجون، كما نفذت زيارات مشتركة للمساجد والكنائس بمدينة عطبرة. أنا كنت في المبادرة رقم 3 واستفدت منها حاجات كثيرة عن الإخاء والمساواة في المجتمع، فادتني في حياتي كثيرة إنه أنا بتعامل مع طلبة منهم مسلمين ومنهم مسيحيين. ونظرا للأهداف والغايات التي واكبت متطلبات المرحلة الانتقالية للثورة في إطار ترسيخ السلام والاستقرار، فقد وجدت المبادرة الدعم والإسناد من حكومة الولاية ممثلة في وزارة الثقافة والإعلام. نحن الآن في السودان في مرحلة كل يمكن مجلس السيادة على مجلس حكومة السودان كلهم يعملوا في مرحلة لإرساء قيم السلام وإرساء قيم العدل وإرساء قيم المساواة. هذه المبادرة يمكن نحن نقول والله هي متماشية مع متغيرة المرحلة. نحن كوزارة الثقافة والإعلام إن شاء الله نقف من وراء هذه المبادرة ونقدم لها الدعم والسند. ومن المنتظر أن تتسع مظلة مبادرة اللقمة وملح جغرافيا لتشمل كافة مدن ولاية نهر النيل والعديد من ولايات السودان. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل. أكد ولي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد عودة الأوضاع الصحية بولايته إلى حالة من الاستقرار، وقطع بتجاوز الولاية للتحديات الصحية العابرة التي واجهتها في الفترة الأخيرة. وقال حماد لدى تفقده مستشفى عطبرة التعليمي أعمال مخيم العيون الذي نفذه الهلال الأحمر القطري بالتنسيق والتعاون مع دائرة الصحة بالولاية، قال إن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح وتأهيل الكثير من المنشآت والمرافق الصحية بتمويل يفوق 80 مليون جنيه. وامتدح حماد مجهودات دولة قطر ومجموعة الراجح السعودية تجاه دعم الشرائح الضعيفة بالمجتمع، وأشار إلى أن مخيمات العيون الخيرية المجانية التي تبنتها الدولتان مؤخرا بعطبرة
أجريت من خلالها أكثر من 6000 مقابلة طبية و600 عملية جراحية متخصصة في مجال الطب وجراحة العيون تحت يد كبار الاستشاريين والاختصاصيين بالبلاد. والولاية يعني مستغرة استغرار كامل، وخلال الأسبوعين المنصرمين أغمنا أكثر من مخيم للعيون روعيت فيه يعني أو عولجت فيه ما يزيد عن 6000 مقابلة وما يزيد عن 600 عملية جراحية. وهنالك عمل ضخم جدا ينتظم وزارة أو دائرة الصحة في الولاية، سوف تكون هنالك افتتاحات لعدد من المنشآت الصحية في كل محليات الولاية السبعة، والناس إن شاء الله يعني يروا بمعين هذه النقلة النوعية. نظمت الجمعية السودانية لعلوم الأسماك احتفالا باليوم العالمي للثروة السمكية، ودعا المتحدثون في الاحتفال إلى ضرورة تضافر الجهود لتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية كداعم للأمن الغذائي، وأشاروا إلى أن السودان يدخر بمقومات متعددة لدعم قطاع الثروة السمكية، ودعوا إلى رفع الوعي المجتمعي بثقافة الأسماك والابتعاد عن الصيد الجائر على الأسماك. ثروتنا السمكية درسنا للأمن الغذائي شعار اختارته الجمعية السودانية لعلوم الأسماك لفعاليات احتفالاتها باليوم العالمي للثروة السمكية هذا العام كواحدة من الموارد المهمة في دعم الاقتصاد. هذا الاحتفال درجت الجمعية على الاحتفال به لتسليط الضوء على أهمية قطاع الأسماك وحمايته من الصيد الجائر والعمل على تنمية قطاع الأسماك، وتحتفل كل العالم في هذا اليوم بهذا اليوم لأهمية الثروة السمكية في تأمين الغذاء. ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار ثروتنا السمكية ترسنا للأمن الغذائي، وتحتفل الجميع عبر هذا اليوم بمجموعة من البرامج الترفيهية والبرامج التثقيفية ومعارض نعكس عبرها تمليك معلومات مهمة جدا عن قطاع الأسماك للمواطن السوداني. تنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية تطلعات للعاملين في مجال الأسماك لأغراض الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للشباب والدخول في زيادة الإنتاج والإنتاجية. نحن كسماكة يعني لنا زمن طويل جدا نكافح و عشان تجد المورد السمكي والأسماك الموقع الطبيعي لها في الاقتصاد السوداني، وكل هذا جماعة ما ناتج عن فراغ، يعني حقيقة إنه الثروة السمكية المفروض تلعب الدور المنوط بها في تأمين الأمن الغذائي للشعب السوداني. الاستزراع السمكي يعد مكملا للخارطة الاستثمارية في السودان لوفرة الموارد المتجددة والمياه السطحية والعوامل الطبيعية والمقومات المتعددة. معروف أنه عندنا في السودان قطاع الأسماك واعد جدا وبه مقومات كبيرة جدا بالنسبة للمياه والأراضي الأراضي المسطحات الزراعية والمسطحات المائية، وبالنسبة للأنواع بتاعت الأسماك الموجودة، وبالنسبة للمتخصصين في هذا المجال توجد لدينا كثير من الجامعات ورابة السبعة وثمانية جامعات تخرج في هذا المجال، توجد لدينا إدارات متخصصة في كل ولايات السودان تدعم هذا المجال، فنتمنى أنه في الفترة الانتقالية يجد هذا القطاع الدعم الواعد الذي يطفر بهذا المجال ويأمن الغذاء للشعب السوداني. وبحسب المختصين فإن قطاع الثروة السمكية يعد موردا متجددا يتطلب المحافظة ليلعب دوره في عجلة الإنتاج. وهكذا تتجدد الذكرى باليوم العالمي للأسماك تحت شعار ثروتنا السمكية ترسنا للأمن الغذائي، ذكرا توضع من خلالها خطة لعام جديد والأسماك ثروة قومية تسهم في دعم الاقتصاد. بخيت حسن علي، الشروق، الخرطوم. لمناقشة هذا الموضوع أسعد أن يكون معي عبر خط الهاتف المهندس ياسين مبارك الأمين العام للجمعية السودانية لعلوم الأسماك. مرحبا بك، مساء الخير باشمهندس، وما هي الدلالات والمغزى من إقامة هذا الاحتفال السنوي والاحتفال باليوم العالمي للأسماك؟ مساء
مرحبا اخوتنا في قناه الشروق، ونطلع عليكم عبر هذه الاطلاله متحدثين عن الاحتفال باليوم العالمي للثروه السمكيه. ودلاله الاحتفال بهذا اليوم هذا العام هي دلاله تستشرف المستقبل من اجل تامين محصول الاسماك كغذاء هام جدا ذي بروتين عالي وذا اهميه قصوى لكل المواطنين. فعبر هذه الاحتفاليه وهذا اليوم نريد ان نقول ان الاسماك هي امننا الغذائي. نعم باشمهندس، انت تتحدث عن امن غذائي من الاسماك، كيف يمكن تحقيق يعني هذا التطلع او هذا الامر؟ هل هناك من القوانين والتشريعات ما يكفي لجعل الاسماك كمورد من موارد الامن الغذائي؟ حقيقه لدينا في قطاع الاسماك بعض القوانين هي قديمه جدا وتحتاج الى تحديث، والثروه السمكيه حتى تقوم بالامن الغذائي تحتاج الى هذه القوانين حتى نعمل على مكافحه الصيد الجائر، وحتى نعمل على تنمية الاستزراع السمكي. وهذه القوانين لا بد أن ترى النور عبر هذه الفترة الجديدة حتى توافي هذه القوانين حماية هذه الثروة الكبيرة جدا التي يفخر بها السودان. هذا الصيد الجائر الذي تتحدث عنه باشمهندس؟ نعم، الصيد الجائر اصلا حقيقه في مصايدنا الطبيعيه في سواء كانت في النيل الابيض او في بحيرات الخزانات يوجد كميه كبيره جدا من الصيادين يستعملون بعض فتحات الشباك غير القانونيه يصطادون الاسماك الصغيره، وهذه الاسماك الصغيره من جراء صيدها يحصل استنزاف للثروه السمكيه. فلذلك لا بد من سن القوانين التي تكافي هذا الصيد الجائر حتى هذه الاسماك تصبح كبيره ويكون هنالك مزيد من الصيد. نعم باشمهندس، يعني عمليات الصيد التي تتم من الانهار عن طريق صيادين، ماذا عن الاستزراع السمكي؟ والى اي مدى يمكن يعني ان 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 يسهم هذا الجانب، جانب الاستزراع السمكي، في زياده يعني هذا المورد من الاسماك؟ الاستزراع السمكي حقيقة هو يعني هو المخرج لزيادة إنتاج من الأسماك، لأنه يعني أصبح صناعة تعتمد عليها كل الدول في إنتاج الأسماك، وأصبحت الدول لا تعتمد على المصايد بصورة كبيرة جدا. وحسبنا الله في السودان بمقومات هذا الاستزراع، سواء كانت أراضي شاسعة، كميات من المياه العذبة لا حصر لها في السودان، وايضا لدينا كل المنتجات التي يعتمد عليها اعلاف الاسماك، وايضا لدينا الكفاءات. فقط ينقصنا التخطيط السليم حتى نستطيع ان ننتج يعني كميات مضاعفه جدا كبيره جدا من الاستزراع السمكي على طول السودان. هذه المساحات يمكن ان تستغل، حتى مياه النيل يمكن يعني ان تستغل في زراعه الاسماك عبر الاقفاص العايمه. لدينا هذه ايضا، والتخص مناسب جدا في السودان. وعبر الاستزراع السمكي للسودان يمكن السوداني يخطط تخطيط سليم ان ينتج كميه كبيره جدا من الاسماك حتى يكون في مصاف الدول الكبرى في انتاج الاسماك عبر الاستزراع السمكي. نعم، اشكرك جزيل الشكر المهندس ياسين مبارك الامين العام للجمعيه السودانيه لعلوم الاسماك، شكرا جزيلا لك. السودان هذا المساء متواصل معكم وفيه بعد قليل. حمدوك يقول ميزانيات مقدرة للتعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة 2020.